وحول هذا الموضوع ينضم معنا رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة جواد الإمارة. أهلا بك سيد جواد. يعني غرق مساحات كبيرة من الأراضي والمنازل في منطقة الصالحية وسيبة، ما الوضع الآن هناك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل ارتفع منسوب مياه شط العرب بحيث غطى الكثير من الأراضي المنخفضة في منطقة الصالحية، في قضاء شط العرب، في التنوره، في سيدة، في بقية المناطق المحاذية لشط العرب. كون هناك أنهار أنهر موجودة مفتوحة، فمن خلال ارتفاع منسوب المياه عن طريق هذه الأنهار صعد المياه، صعد منسوبه بشكل جدا كبير وملحوظ. لذلك وجهنا مقامية شط العرب والموارد المائية المجلس البلدي بمتابعة الموضوع، بالإضافة إلى تجهيز يعني العمل بآليات البلدية والبلديات. فخلال 3 أيام أو 4 أيام تم غلق المنافذ هذه الانهار وقطع مياه شط العرب عن الاراضي الداخليه. نعم، طيب هل الخطوره، نعم تفضل. الخطوره لا زالت هناك خطوره بقضيه ارتفاع منسوب المياه. طيب هل هنالك خطوره على باقي المناطق، لا سيما من التحذيرات من هطول امطار من جديد وارتفاع نسب المياه في شط العرب كما ذكرت، فضلا عن السيول المتدفقه من دول الجوار؟ نعم، لا زالت الخطورة موجودة. نعم. كون مياه البحر في حالة طغيان، يعني ارتفاع في ماء البحر، إضافة إلى المياه اللي قاعد تجي لدجلة عن طريق قلعة صالح، ومياه السدود الإيرانية اللي تعرضت للانهيار، فالمياه الإيرانية، سيول المياه الإيرانية أيضا قاعد تجي باتجاه دجلة. نعم. فارتفاع منسوب المياه لحد الآن هو فيه محاذير، فيه خطوره على الكثير من الاراضي السكنيه، لا سيما الاراضي المنخفضه، وانخفاض تاثيرها يكون على الدور السكنيه، تاثيرها على اعمده الكهرباء، خوفا انه تقع كثير من هذه الاعمده وتسوي لنا مشاكل يعني في المنطقه. نحن نامل ان يكون هناك تعاون من بقيه المحافظات الامنه، يعني مثل محافظه ذيقار، محافظه المثنى، محافظه بابل، أن يدعمون الحكومة المحلية في محافظة البصرة بقسم من آلياتهم جهد بلدي. لكن محافظ البصرة أشار إلى أنه ما حدث ليس غرق وإنما حالة طبيعية تحدث كل عام مع ارتفاع مناسيب مياه شط العرب، ما دقة ذلك؟ يعني هل فعلا أنه الذي يحدث هذه السنة هو يحدث في الأعوام السابقة؟ لا أعتقد هذا الكلام صحيح، لأنه كثرة يعني ارتفاع منسوب المياه سببه هو السيول اللي اجت عن طريق الجارة ايران. 680 متر مكعب من فتحتين، 680 متر مكعب بالثانية يجينا ماي من الجارة ايران. نعم. الفتحة اللي انكسرت على نهر السويب خلال نص ساعة قسنا ارتفاع المياه اللي تمر باتجاه الطرف الآخر باتجاه ناظم السويب، فتحة واحدة قسمها 375 متر مكعب بالثانية. فالحالة لا ليس بطبيعية، وإنما ارتفاع منسوب المياه اللي جاية من السيول الإيرانية هي اللي رفعت مناسيب المياه في شط العرب، وممكن أنه يتأثر على كثير من الأراضي مثل ما حدث في ناحية السيبة وبقية المناطق القريبة لها. يعني هل فعلا كما ذكرت أنه الآليات التي قامت بغلق الأماكن الموجودة على نهر شط العرب هي أحد الإجراءات التي تقوم بها للتقليل من حدة الأضرار، أم هنالك إجراءات حكومية للتقليل من هذه الأضرار؟ لا، هو ترى الموضوع يعني موضوع توفير الآليات اللي سدت الأنهر كان توجيه من لجنة الخدمات عن طريق رئيس مجلس المحافظة إلى البلدية والبلديات ومن مجلس المحلي بإشراف مجلس المحلي في قضاء شط العرب. نعم. إضافة إلى آليات الحشد الشعبي، هناك حفارات تابعة للحشد الشعبي هي اللي قامت بعملية سد هذه الأنهر حتى يمنعون مرور المياه بشكل قوي إلى داخل المناطق
اللي موجوده ضمن في منطقه التنومه والمناطق المحيطه بها. نعم، رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة جواد الإمارة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.